اخذ القلب بالقلب زي ما بيقولوها. هو زلمه طيب. فريق العزابيه خسر 1 هسه، فبنحكي له ختيار السوشيال ميديا الف مبروك. ادم النابلسي ونجوم السوشيال ميديا في الاردن يحضرون جاهد لورنس سيلمانز. والله عقبال كل العزابيه، وربنا بعتك لي جبرة خاطر. عريسك يا زلم صوار. بحب اقول له الف مبروك، والله يتمم لكم على خير، وان شاء الله يعني لقدام قدام قدام الله برزقك الذريه الصالحه. هو زلمه طيب وقلبه ابيض كثير صراحه، وبيستاهل بيستاهل كل خير. اخيرا عملتها يعني، وهلا يعني ما فيهاش فلات، مليون واحد موجود. وفعلا فحضر في جاهز لورنس المنسي عدد كبير من عيلته واصدقائه، وعلى راسهم الشيخ علاء جابر اللي تقدم بطلب ايد خطيبته ايه شوبكي من عيلتها. بدايكم هذه الجاهه تطلبوا جنابتكم المرسوم ايه لولدنا محمد المنسي الملقب بلورنس. على كتاب الله وسنة رسوله، وأنا أقول أهلا وسهلا، أجيب طلبكم وشكرا. وبعد قبول طلب الجاهة بقت فرحة لورنس فرحة كل اللي حضروا معاه في اليوم ده. والله اني مبسوط بالجاهه والناس اللي اجت، كميه الناس اللي اجت والناس ومحبه العالم هاي بالدنيا يعني. شكرا لجيدكم على الجاهه اليوم هاي عندي يعني كبيره جيدكم، وسعيد انه انا نسبت آل الشوبك الكرام، يعني هذا نسب مرتب وعظيم بالنسبه لي، وانعقد القلب بالقلب زي ما بيقولوها. بحب نبارك له وان شاء الله ربنا يتم به خير ان شاء الله. والله عقبال كل العزبيه ان شاء الله يا رب، هيك الكل هيك يعني يكون مبسوط مثل فرحه لورنس، وان شاء الله يا رب ربنا يتم له على خير ان شاء الله. فكل الشباب عملوا له زفه مباشره في الصاله، وغنى له يحيى سويس ونجم السلمان. يا باي يا باي يا باي بصراحة فريق العزابية خسر 1 هسه، فبدعي له بالخير يا رب. جواز تدهر ان شاء الله وتفرح بحياتك، انت بتستاهل كل خير. لورنس انت عارف بالاخر عمره تقريبا 33، اكبر واحد بالسوشيال ميديا، فبنحكي له ختيار السوشيال ميديا الف مبروك. وكلنا هين على الدور حاسس، انت اذا منتبه اخر فترة كله بلش يخطب. انا قاعد بشوف كل المواليد 2002 و2001 قاعدين بيتزوجوا. لورنس ختيار منيح انه تزوج، ويا ريته الف مبروك، وانا كثير مبسوط له. وكل اللي يعرف لورنس كان فرحان له قوي، وشوفنا ده بالمباركات اللي شاركها لورنس على ستوري انستغرام قبل ما ينشر فيديو من لحظات عقد قرانه بحضور اقتصر على العيلة. حبة وحابب إلا قديش بحس إلا. إن شاء الله بضلك تاج عراسي، ويا رب أقدر أصونك العمر كله وحافظ على المحبة اللي بيننا، ويخلي لي إياكي، وربنا بعتك إلي جبرة خاطر، والله العظيم إني مبسوط فيها جدا. وبما إن الأجواء كانت ارتباط وأفراح، سألنا نجوم السوشيال ميديا اللي حضروا جاهة لورنس لمين بتقول جي دورك للجواز. أوه افتح دفتر. أنا عندي معلومات وبعرف قصص حتصير هاي السنة كثار. بحس يعني ممكن وسام عمر حميدات، برجع بعيدها من 6 أشهر برجع بعيدها كمان مرة. وسام عمر حميدات قرب شوي. لا أنا بعيد بعيد يا صاحبي، بعيد لسه، بدي شوي. أنا بحكي لحالي أنا يلا دوري، وبحكي لأيمن عبلي وخالد عبلي جوز، هذول لازم يتجوزوا بأسرع وقت. يفترض أنه أنا يفترض يعني، بس لا فيش شيء أكيد لسه يعني. لا لا فيش شيء. على رأس القائمة صراحة عمر زوربة، عمر زوربة لازم يعني خلص، أبو زوربة مالنا. وعمر زوربة فعلا ما خباش حاجة، وكشفه قدام إيدي بالعربي لما كان بيبارك للورنس. والله يعني بيستاهل. هي مش جائزة، ليش بنعملها كجائزة؟ لا والله ألف مبروك، وإن شاء الله إن شاء الله أمورك فكرة مش من قلبه، مش لأنه سنجل، مش من قلبه. أنا سنجل؟ لا أنا المرة الجاية خلص شهر 4 هون. من هسه معزومين يعني، شهر 4 خلص هون انا حصريا لقيتي. لا جاهزوا من هسه يعني، لبس القصص هذا من هسه، لانه من شهر 4 هون العرس ان شاء الله بشهر 6. لقيت اللي اختارها عقلي وقلبي وطموحي. وبما ان لورنس اتشهر بوصفات الاكل اللي بيعملها، سالناه ايه اول حاجه بيفكر يطبخها لزوجته. يعني ممكن كتف خروف، هاي ببدع فيها، هاي مش راح نطبخ ان شاء الله، عندي مو عندي امها باذن الله هاي القصه.